قراءة جديدة وحصرية على قناة أسرار العالم الروحاني لمواليد برج الميزان. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. ونشوف الصورة اللي هتطلع لمواليد برج الميزان. صلي على الحبيب المصطفى، صورة إبراهيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، فضلا وليس أمرا أحبابنا في الله. ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هذا استخارة جديدة لأخواتنا في الله مواليد برج الميزان. يلا يا أحبابنا نزلوا في التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. برج الميزان، صلي على الحبيب. أنا شايف إن أنتم داخلين على مشروع، مشروع او شراء بيت جديد ان شاء الله. لما داخلين على مشروع او شراء بيت جديد، سواء مسكن او منزل جديد باذن الله تعالى. عندك كمان في حل مشكله كبيره، عندك حل مشكله كبيره. المشكله دي يعني كانت مدمره حياتك، وعندك سداد دين بفضل الله تعالى. عندك حل مشكله كبيره، وشايف برضه في سداد دين بفضل الله تعالى قريبا. وارى عندكم هنا يعني في ارى في مريض، في مريض عندكم، ارى عندكم مريض راح يشفى، راح يشفى باذن الله. ارى عندكم حلم، هو صحيح تاخر، هذا الحلم صحيح تاخر بس على وشك التحقق، ارى انه على وشك التحقق. وهنا رؤيتك للامور اللي حواليك صح، رؤيتك للامور اللي حواليك صح، وتوقعاتك فعلا في محلها، وإن شاء الله في تغير كل شيء لصالحك، في تغير كل شيء لصالحك أنت. عندك هنا خبرين حلوين، في عندك خبرين حلوين. أرى في طاقة إيجابية بإذن الله تعالى، في طاقة إيجابية قادمة ليك، وفي إحساس بالقوة طاغي عليكم لفترة. وعندكم برضو هنا أرى في اختبار من ربنا أنت بتمر بيه، أراك أنت بتمر به، ومحتاج تحكم عقلك وتلغي عاطفتك علشان تمر بسلام من هذا الاختبار بإذن الله تعالى. وفي عندك مفاجأة حلوة، في مفاجأة حلوة. المفاجأة دي يعني من شخص غالي عليك، المفاجأة من شخص غالي عليك، وأرى اعتراف بالحب ليك. يعني في مفاجأة والشخص ده هيعترف لك بالحب، هيعترف لك بالحب. او هنا ارى برضو في ربما ممكن تكون في صداقة، ارى صداقة او علاقة ممكن تكون عابرة هتتحول الى موضوع جدي يعيد الى حياتك باذن الله. عندك زعل، ارى في زعل جواك، واراك برضو هنا بتحاول يعني تضحك ومش ظاهر ضيقتك. صدقني ربنا هيهونها عليك وهتعدي على خير وعوض ورزق كبير من ربنا ليك قريبا بإذن الله تعالى. بعد التعب والعذاب اللي شفته هانت خلاص، جيالك النصرة ومعاها الفرحة كبيرة ليك بإذن الله تعالى. أرى عندك بشرة خير، بشرة خير بعد أيام. في عندك سفر غير متوقع، أرى في سفر غير متوقع قدامك، طريق سفر. وعندك صلح مع غائب، يعني في حد عندك أنا شافه إنك هتتصالح معاه، في صلح مع غايب. وفي رد حق، عندك رد حق، في حد ظلمك، كسر قلبك، جرحك، أخذ مالك، عندك رد حق بإذن الله تعالى. أرى في امرأة تكرهك، امرأة تكرهك وأنت مخدوع، يعني أراك وأنت مخدوع فيه، بس هتنصدم لما تعرفها. واحذر مكيدة، احذر مكيدة أو احذر حفرة أمامك قبل ما تقع فيها، ولكن ربنا هينديك منها، ربنا هينديك منها. في هنا شيء يعني أرى في شيء هيحصل لك، هيغير مدر حياتك بالكامل. استعد لي، لأن الفرحة والطريق قدامك بإذن الله تعالى. بس أنت هنا مضغوط عاطفي، أراك ما بيضغوط يعني ما بين شخصين، في شخصين قدامك، أنا شايف في شخصين، خلي بالك واختار كويس او اختار صح، وبلاش توقع نفسك. ارى هنا للمنفصلين، ارى يعني انفصلتوا عن شريك عمرك او حبيبك بسبب سحر، حصل في سحر، سحر بالوقف والتعطيل والخلافات. في منكم من حصل انفصال في الشريك، بس الشريك يقصى يعيش اقصى حالات الندم، ندمان، اراه ندمان ويعيش اقصى حالات الندم على فراقك. هو حصل السحر ما بينكم، منكم الآن من يعاني من السحر بالتعطيل وبالخنقة وبالضيق وبالمشاكل وبالنفور وبالتعب، وتعب في العمود الفقري وفي الرجلين ودوخة،
هاي من السحر. أرى هنا للبعض منكم برضو عنده مبلغ مالي، يعني ممكن المبلغ المالي دي بعد أيام، بعد أيام، وشخص أسمر واقف في طريقك. أرى في شخص هنا أسمر واقف في طريقك، الشخص ده عايز منك حاجة، خلي بالك منه. للبعض هنا أراك يعني تريد الارتباط، في منكم من يريد الارتباط، ولكن عندك عشوة عراقيل من أهل الذي تريده، مش من أهلك أنت، من أهل الذي تريده، هم اللي موقفين الارتباط. بس هنا شايف في شخص بيفكر فيك، شخص يفكر فيك طويلا ويتأمل صورتك كمان، وانت تشعر بأنك مراقب أو شيء من هذا. صدق هذا الشعور، صدق هذا الشعور لهذا الشخص. أرى في تفكير هنا، أنت يعني أنت هنا بتفكر في شراء شيء جديد، سيارة، فيلا، منزل، بشراء شيء جديد، وإن شاء الله راح يكتمل. بس أنت بتكمل مبلغ مالي، أراك بتكمل مبلغ مالي لتشتريه. وأرى هنا كسرة تفكيرك، يعني بلاش كسرة التفكير والقلق اللي أنت فيه، تفكير 24 ساعة، كسرة تفكيرك لا تدعك تنام بسلام. اترك الأمور بيد الله وراح تنحل أمورك بإذن الله تعالى. وراك أنت ماشي خرجت يعني أو خارج من فترة صعبة طويلة، خارج من فترة يعني صعبة طويلة، الفترة دي صعبة وطويلة معاك، بس في حب جديد. أرى في حب جديد يطرق قلبك. في حب جديد يطرق قلبك. وللبعض هنا في كلام يعني كثير بيتقال عليك، وانت عارف الشخص ده، انت عارف الشخص ده يعني، بس انت يعني مش في دماغك، مخطوش في دماغك، تارك الامور كما هي. بس في صلح، ارى في صلح وعتاب ما بين زوجين او حبيبين، في صلح وعتاب ما بين زوجين او حبيبين باذن الله تعالى. فضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. انا شايفك انت هنا بس سايب كل حاجة، يعني وراك بتحاول تاخذ القرار اللي يناسبك، بس انت في حاجة منتظرها، في حاجة انت منتظرها. ايه هي الحاجة اللي منتظرها دي؟ يعني انا شايفك منتظر ورقة، منتظر حاجة معينة تحصل معاك، في حاجة منتظرها تحصل معاك عشان تغير يعني من حياتك. الحاجة دي انت منتظرها عشان تغير من حياتك او يعني الموقف اللي انت فيه. بس خلي بالك، خلي بالك من الست دي، واحدة ست مش كويسة قوي، خلي بالك منها وكون حذر منها. الست دي عايزة تاخد كل حاجة من عندك، بتاخذ كلامك وتركب عليه كلام، أو بتسحب كلامك وبتزود عليه كلام وبترمي عليه كلام تاني، هي سبب السحر. الست دي زي الأفعى، خلي بالك منها وكون حريص، لأن في حاجات كتيرة بتحصل وأنت مش متوقعها، أو هتدرى قدامك أو هتحصل قدامك وهتشوفها بعينيك. لان حصل شايف مشاكل ما بينك وما بين الشريك او حصل، بس خلي بالك انت عندك صدمه، في صدمه خدتها، صدمه خدتها، ومش قادر كمان يعني ترفع وشك لفوق وبتدعي ربنا يا رب فرح قلبي، يا رب شيل القهر اللي في قلبي، شيل الكسر يا رب اللي في قلبي، لان شايفك مكسور وحزين ومحتار. بس الايام اللي دي عندك خير وراحه باذن الله تعالى، عندك خير وراحه. صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. هو في شويه بيبان اتقفلت في وشك، كل البيبان اللي اتقفلت في وشك راح تفتح ليك مره ثانيه باذن الله تعالى، وعندك حياه جميله وعندك حاجات جميله باذن الله، وربنا يكتب لك الحاجه اللي هتكون من نصيبك، يعني الحاجه دي هتكون ليك انت بالفرحه، بالسعاده، بالسعاده ليك. انا شايفك ان انت ماشي مش عارف تعيش حياتك، محتار، مش عارف تعيش، مش عارف تاخذ القرار الصح اللي ليك. مش ما فيش حدا بتكمل معاك، في تعطيل عندك، في وقف، لكن بفضل ربنا كل حاجه راح تمشي في الوقت المناسب لي. عندك انطلاقه حلوه وعندك فرحه حلوه، وفي ارض، في ارض بيتك، ارض في ارض بيتك في فرحه، ممكن تكون ارتباط او زواج او رجوع او فرحه بمولود باذن الله تعالى. في فرحه في ارض بيتك، ارض بيتك اراك فرحان مبسوط سعيد. انت هنا سمعت كلام كسر نفسك، بس كسر نفسك، انا اعرف ان انت سمعت كلام كسر نفسك، الكلام ده درحك، كسر قلبك، زعلك، خنقك، يعني متضايق، مش حابب تتكلم مع حد، قافل على روحك البيبان، قاعد مع نفسك بتفكر 24 ساعة. بس الايام اللي داية في حاجات حلوة عندك، عندك امنية هتتحقق وانت مستنيها الامنية دي. في عندك قضية في المحكمة، عندك قضية في المحكمة راح تأخذ فيها حكم لصالحك، وعندك سرد حق، في عندك حق
يعني ميراث، او حد اخذ حقك، او ليك عند حد فلوس، لان في استرداد حق ليك. في انطلاقه دايه قدامك ارى فيها تغيير، فيها طاقه فرد، طاقه حظ، طاقه سعاده. عندك اكثر حد طاقه الفرد، لان انت محتاج مبلغ مالي، لان الطريق كثيرا تقفلت امامك والبيبان كلها كانت متقفله امامك. هتبدا تفتح معاك البيبان. المشاكل اللي حصلت ما بينك وما بين الشريك، يعني انا شايف المشاكل دي حصلها يعني سببها غيره، سببها عدم التوفير ما بينكم او التوفق ما بينكم بسبب السحر، بسبب الست دي اللي قلت لك خلي بالك منها، لان هي مسويه لكم هي السحر، هي اللي مسويه لكم هي السحر. بس خلي بالك هنا، يعني الايام اللي جايه ارى عندك تغير، عندك تغير، يعني انا في تغيير حال يعني باذن الله تعالى. ورا برضو يعني عندك هتتغير من حال لحال، واكتر حاجه عندك فيها انت خاطط دماغك انك تنتقل من المسكن اللي انت فيه او المنزل اللي انت فيه، حابب تنقل لمكان اخر. هتحس بالراحه، هتحس بالسعاده باذن الله تعالى. شايفك بس واقف محتار، محتار مش عارف تاخذ القرار، لان رقم محتار في قرار قدامك بس مش عارف تاخده، او خايف تاخده تندم، ترجع تندم تاني. محتار، عندك تفكير كتير، عمال تفكر، عندك حيره، ارى عندك حيره من امر. ايه الحيره اللي عندك دي؟ في حدا محيرك، في حدا شغلاك، في حدا عمال تفكر فيه. بس انت في حد ظلمته؟ في حد ظلمته؟ انت في حد ظلمته ولا حد ظلمك؟ لان في ظلم ما بينك وما بين حد، لا اما ظلمك لا اما ظلمته، لان اراكم انتوا اتنين بتدعوا على بعض، هو بيدعي عليك وانت بتدعي عليه، انت لا ظلمته لا هو ظلمك. في فلوس ديالك في الطريق، احواله او قبض او زياده راتب، في فلوس ديالك في الطريق. في حد عليك هنا كسر نفسك، عمل لك حاجات كتيره مش كويس، في حد كسر نفسك. بس الدعاء من نصيبك، ارى في الدعاء من نصيبك، والبيبان اللي اتقفلت في وشك هترجع تفتح لك مره ثانيه باذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله ومستمعين قناه اسرار العالم الروحاني فضلا وليس امرا اخواتنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك وانزل فيها التعليقات. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين.